السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير وما ناقصكم خير ان شاء الله. قبل ما نبدا معكم الفيديو بغيت نقول لكم شكرا، شكرا بزاف لدعواتكم ولحبكم، شكرا لاي وحده خلات تعليق ودعت مع ولد اختي الله يرحمه، او حتى اللي دعت في نفسها وما خلاتش تعليق، شكرا لكم في ميزان حسناتكم ان شاء الله يا ربي. فريمون التعليق ديالكم سماتوشي، ما قدرتش كلكم نجاوب ولكن قلت نجاوبها جماعه في الفيديو. كنت مصوره فيديوهات قبل الوفاه ديالو، دابا كندير لهم المونتاج وننزل لهم ليكم، لانه في الحقيقه ما نكذبش عليكم ما عنديش مازال العقل اولا لقانا اللي كيما نقولوا انني نصور دابا فيديو. كانوا مصورين من قبل، كاين اللي فيهم دخل الصوت، كاين اللي درت لهم المونتاج قبل، كاين اللي ما دارهمش. مهم غادي ننزل لكم فيديوهات هاد الاسبوع هذا كاملين قدامين، يعني كتصورتهم من قبل. بالنسبه لهاد الفيديو هذا اللي كتشوفوها ولا هاد الصور هادو اللي كيدوزوا دابا، هادو من نهار الصدقه، نهار اللي توفى ولد اختي الله يرحمه. كنا درنا صدقه حنايا في بلجيكا ولكن في المغرب في دار با الله يرحمه، حتى هي درنا تما صدقه. ايوا بغيت نشارك معكم يعني قراءه زوينه بزاف اكثريه في الاخر ديال الفيديو، نتمنى انكم تشوفوه صراحه. الحمد ديال كيتشوف كيف ما نقولوا. المهم ما نطولش عليكم، خليكم شويه مع هذه القراءه هذه ونشارك معكم الفيديو في وسط في الوسط، اولا داك التصوير اللي كنت درته من قبل عاد، وفي اخر الفيديو كاين عاوتاني قراءه زوينه. المهم هنا انا وصلت ليون، فيها كندير لا فورماسيون هذا العام، جيت لها شحال من مره، وهاد المره هادي قلت نصورها معكم. المهم هنايا الخاموي ديالهم زوين صراحه، حتى الميترو ديالهم زوين. المهم بالنسبه للاوتيل هما اللي كياخذوا لنا يعني الخدمه، اللي كياخذوا لنا الترونسبور، كيخلصوا الترونسبور، كيخلصوا الاوتيل، وعندنا حتى الوجبات ديال النهار كامل. المهم ما كندوزوج واحد لا سوم. بالنسبه لا فورماسيون البنات، غادي بزاف يقولوا لي شمن فورماسيون ديال او جي او، هي اللي كنديرها، ما كنتش كملتها بالنسبه ملي كان الكوفيد، ودابا راني كنكملها مع الخدمه. هما اللي معاونيني، ولكن مهم كاين شروط، هذه بزاف ديال الحوايج. كتكوني مع شي خدمه وكيشوفك انك باغيه يعني تزيدي يعني في الخدمه ديالك القدام، كيعاونوك فهمتوا، كيعطيوك يعني الامكانيات انهم يعاونوك، وطبيعه الحال خصك انت تردي لهم شويه من هذاك الشيء اللي عطاوك، يعني خصك انت كيما نقولوا تبقاي معاهم واحد المده. المهم بزاف ديال الحوايج، هذا الشيء كامل على حسب كل سوسيتي وشنو شنو كدير الناس اللي خدامين معاها. هنايا بالنسبه للعشاء، انايا ما كانش عندي الوقت انني نتعشى فوق الطبله، ولا كان الطبله كان كلشي حطيت فوق لولي، حيت كنت عيانه بالسفر الطريق، وهذا راكم عارفين مع خدمت هذا النهار قبل ما نشد التران، يعني راني خدمت ومشيت لاكار ديريكت، يعني ما دخلتش لداري. بالنسبه هنايا انا دائما لافاليز ديالي وساكادو كنديرهم في الحمام، لانه الاوتيل تقدروا تعرفوا يقدر يكون نقي، كيبان نقي، ولكن من الاحسن انا كنديرهم في الحمام، اللي يعني باش ما تقيسني حتى شي حاجه، لا حشره ولا سرق الزيت ولا حتى شي حاجه. وهنايا الكوان ديال القهوه واتاي، انا غادي ندير قهوه بطبيعه الحال باش نحاول انني نركز ونحفظ مزيان، لانه مع الخدمه مع الدار كاين شي حوايج خصني ضروري نخدمهم، ولكن مره كيكون عندي الوقت راه كنخدم، يعني كنقرا كنحفظ، ماشي مرات ما كيكونش عندي الوقت. داكشي علاش راك شتوني هملت اليوتيوب واحد الفتره، لانه ما كنتش مورغانيزي راسي، ولكن دابا الحمد لله لقيت لورغانيزاسيون اللي تناسبني. المهم ما علينا، كيف ما شفتوا هنايا كنحط كلشي فوق لي، كنبقى كنحفظ تقريبا حتى لديك الزوج ديال الصباح، لانه لا فورماسيون لا غدا ليه كتبدا مع 9:30، وكيختاروا لنا دائما لوطيل حدا
حدا فين كنديروا لا فورماسيون. هنا بالنسبه للفطور مهم مع البارح، واخا يعني الخدمه وكليت وهذا مي كوميم جاني جوع، صبحت ناكل مي ما كليت هادشي كامل، ما تخلعش ماشي هادشي كامل كليته. المهم غير كتعرفوا العين كتاكل قبل كيما نقولوا قبل الكرش، هي هادي فوالا. المهم هنا بالنسبه لا فورماسيون ما صلحليش انني ندير يعني ندير فيديو ولا بعد الصور، ما عرفتش صيفطهم لراجلي يمكن ولا، و فوالا درتو بهدايا في المونتاج لانه كيكونوا مكونسونطرين كيتقالوا شي حوايج اللي خصنا نكونوا كنقيدوهم. ايه بالنسبه للغدا حتى هما كيعطيونا الغدا، يعني هذيك 18 اورو اللي كيعطوها لنا بالنسبه للفطور في لوطيل فوالا، يعني الا بغينا نخلصوا الفطور ديال لوطيل راه كنخلصوه هما كيردوه لنا. وهذا الغدا هما كيجيبوا دي بلاطو من عند دي تريتور وكهكا كيختاروا، كيخليو بعدا صحاب الفيجيتاريان هما الاولين يختاروا، ابخي الناس اللي ما كتاكلش اللحم عاد، واللي بقى لهم الاخر اللحم وهذا كيختاروا، لان كنا بزاف تبارك الله. هنا بالنسبه لي انا ساليت لا فورماسيون ديالي، غادي ناخذ المترو نصور لكم شويه ديال المترو، ماشي بزاف ولكن المهم المترو ديالهم زوين عجبني، الي با ماشي مشارجي بحال المترو ديالنا حنايا الباريزيان. مون ديو الله الله يا ربي الله. المهم ماشي مشكل، هنا شديت المترو باش نرجع بحالاتي نرجع بحالاتي لداري، يعني ناخذ لو طران وداكشي، لانني خديت لا فاليز معايا يعني كتكملي لا فورماسيون. مشي مرات كنجلسوا يومين مشي مرات غير نهار، ولكن هنايا صافي ساليت لا فورماسيون شديت المترو وغادي نمشي لاكار باش ناخذ التران نرجع لباري في حالاتي، لانه عندي لا غدا ليه عاوتاك في الصباح فورماسيون، يعني غير في الصباح ما عنديش النهار كامل. عندي هاد شهر 6 مشارجي، البنات اللي متبعيني في انستغرام راه عارفين، قلتها لهم قلت لهم هاد الشهر هذا عندي فيه بزاف ديال لي فورماسيون بزاف بزاف، يعني في الخدمه غادي نكون قليله ما غاديش نكون بزاف. المهم هنايا كما قلت لكم راجعه لداري، وهنا الجو مهم، مره الشمس مره الشتاء مره البرد، راكم عارفين الجو ديال فرنسا تلقاو فصول بربعه تلقاهم في نهار واحد. ما علينا، شديت الطريق وعارفه راسي بانني غادي نوصل مهدوده، انا العشاء توصل صوبته من قبل لولادي وراجلي، دونك قلت ليهم يتعشاو ما يتسناونيش، لانني فطرت مزيان تغديت مزيان صافي ما كليتش، يعني منين وصلت يلا خديت الدوش ديالي ورتاحيت، لانه واخا نعس في لوطيل الناموس ديال لوطيل ماشي بحال ديال دارك وملي ما كاين ما حسن من دارك فوالا، هذا هو بكل اختصار. والغد لي عاوتاك صبحت على فورماسيون اخرى، وحتى هي تغديت فيها، يعني هما اللي كوم دابيتود، يعني هما اللي كي لي بلا الفواياج لوطيل الخدمه هي اللي كتكلف بهذا الشيء كامل. المهم هنايا تغديت كان عندي غير نص نهار ديال لا فورماسيون، ونص نهار الاخر مشيت للخدمه، يعني ما مشيتش للدار ولا ديريكت عاوتاك اختكم رجعات للخدمه. ايه ولكن لي فورماسيون كيديروهم لنا قراب ماشي بعد، بحال هذه كانت في باري حدا الخدمه ديالنا، يعني ما بعيداش بزاف، ميم با 5 مينوت ابي، يعني ما كانتش بعيده عليا. ايوا صافي الغزالات هذه هي هادشي اللي I'm not afraid.